حي الله منياني ونور مكاني. الله يسلمك. يعني من زمان هالغيبه ومن طول الغيبات دائما بي بالغنايم. لله بالغنايم ان شاء الله. انا سعيد اول شيء اني موجود تلفزيون الكويت. يسلمك يا رب. ثاني شيء سعيد اني موجود مع مذيعه قديره مثلك. يسلمك يا رب. كل هالسنين اللي تربطنا صداقه جميله لكن للاسف ما طلعنا مع بعض هذه اول مره. ان شاء الله ما تكون اخر مره. انا من طبيعتي يمكن تربطني علاقه صداقه مثل ما تفضلت مع وايد من الوسط مثل كشرواك. لانك انسانه طيبه. يسلمك. بس انا ما احب اضغط عليكم، ادري بمشاكلكم وادري بارتباطاتكم. اللي يقدر بيكون ضيف عندي بالعكس تاج على راسي. شنو ليش غير عيوننا؟ يسلمك. تسلم لعيونك يا رب. نبلش اسئله؟ نبلش اسئله. اوكي، نقول ان احنا اكيد ما نبي ندخل في امور. دائما انا مع الضيوف ما احب ادش بامور لا عائليه ولا غيره، احب ادش بالتخصص لان احنا عرفناك من التخصص الا وهو الشعر. الشعر نبطي ام فصحى؟ لا نبطي بروح الفصحى. يستهويك؟ الفصيح يستهويني جدا، يعني انا 90% اقرا فصحى ولكن اكتب نبطي. انتقالي من النبطي الى الفصحى كان بمحض الصدفه. كان حلم حلمته. زين، تميت 6 شهور ابي احقق هذا الحلم، فعلا رؤيه رايتها في منامي وتميت احاول اترجمها الى ان مزجت الفصيح بالعامي سنه 2000. واستمريت في هذا الموضوع وبعدين انتقلت الى اني كتبت قصائد فصيحه ومشت معي، واخر قصيده كانت اللي هي الخز الموشى بالذهب، والحمد لله لاقت استحسان يعني واكثر مما توقعت، ان شاء الله ما تكون الاخيره. اكيد ان شاء الله ما تكون الاخيره، بس انا اتمنى اني اسمع. زين، سامعك. اني احبك فاعلمي، لا شيء اكثر فاعلمي، أن الهوى في مقلتي وفي دمي، فإذا ذهبت وكان حبك قاتلي فتذكري زمنا جميلا هادئا وتبسمي، فالموت أجمل ما يكون حينما تتبسمي وتنعمي بين اشتياقي ولوعتي، أنت المليكة والحمى لكنما القيد قيدك قد أضر بمعصمي، إني أحبك فاعلمي. شيئا يعلمني الرحيل فأقبلي، ما إن ذهبت فلن أعود فعجلي، فلربما تبقي السنين على سنين، ولربما يأتي الزمان بما مضى فيعود دفئك للهوى وشذاك عطر الياسمين، إني أحبك فاعلمي لا شيء أكثر فاعلمي. الله يوسف ما يجيب الحكي. سؤال، إن الموت جميل لو تتبسمي، يعني عادي من جراحي من جراحي، يعني لازم تكون في معاناة للشاعر عشان يكتب. يعني شوفي، أنا أنظر إلى الحياة بفلسفة غير ما أنظر لها كإنسان. كشاعر غير كإنسان. أنا كإنسان أنظر من خلال جراحاتي. كإنسان إنسان متفائل بالحياة وأعيش وأعتقد أن الحياة جميلة وفيها كثير من الوقت اللي لازم نستمتع فيه. كشاعر تسأليني عن أوقات الفرح ما أحب أكتب فيها، أكتب بالحزن. حتى لو أشعر بقليل من الحزن فأنا أحاول أضخم هذا الحزن عشان أطلع بقصيدة تكون مليئة بالحزن والدراما. ليش إحنا نحب دائما نعيش بحالة الحزن عشان نقدر نكتب عن المعاناة؟ ليش ما نكتب عن التفاؤل، الأمل، الابتسامة، الحياة؟ أكتب أحياناً بس قليل، أحب أكتب بالشيء اللي فيه حزن، لأنه لما أحزن أحياناً الإنسان يبحث عن شخص يواسيه ويحمل معاه جزء من هذا الحزن والهم. لذلك أنا أحاول أصور لك حزني بصورة أكبر وأكبر عشان تتعاطفين معي، الإنسان طبيعته كذي. بس إحنا أكثر الشعوب ترفاً، وين عندنا معاناة؟ الدنيا شوفي لو كان بأعلى المراتب ما في انسان ما يشعر بالحزن. هذه طبيعه الانسان. يعني اي انسان بالدنيا مهما كانت مرتبته لابد في داخله غصه على قدر مرتبته. يعني كل واحد عايش في ليفل يتمنى يعيش في الليفل اللي اعلى. يعني كل من همه على قده. هاي طبيعه الانسان. هاي طيب، عندك جمله كنت تقولها، تقول اهميه الحقيقه في الشعر، فسر لي. اجمل الشعر هو الشعر الصادق. يعني اللي ما في تكلف. مو معناته يكون شعر ركيك، لا،
يكون شعر جزل، يكون في مخزون لفظي، يكون في نفس طويل، يكون في مضمون، يكون في حسن نسق، يكون في وحدة موضوعية، ولكن يكون صادق، ما له داعي التكلف زيادة واستخدام الصور الزايدة عن الحد اللي تخرج القصيدة من المضمون مالها. فالكلام اللي فيه صدق دائما يوصل للقلوب ويبقى خالد، دائما خالد. طيب انا ما بي يعني ادخلك في متاهات، بس سؤالي واضح لان انا مشاهده ومستمعه للشعر، اجد في بعض الشعراء يكتبون الشعر اللي فيه افيه، احس ما لقى كلمه هني حط شمه، حط هالامور افيه. بصراحه عن نفسي ما تعجبني هاي الطريقه في الكتابه. انا ابحث عن مضمون قصيده كامله، يعني لما انت تقرين كل القصيده تخرجين بناتج انه والله هذه قصيده جميله، قصيده راقيه، قصيده تستحق المتابعه ام لا. لكن انت تتابعين كلمه افيه ولا هذا، هذيل اهل الغنى يدورون الكلام هذا، وهذا للاسف يعني ينحدر بالشعر، ما يرتقي بالشعر. مثل اي قصيده بتسمعني الحين؟ شنو تبين تسمعين؟ تبين غزل ولا تبين شكوى؟ ابي اقرب واحده لقلبك، لا ذاك خلقك تقولها. والله شوفي القصائد القريبة من القلب كثيرة، لأن معظم قصائدي هي لها واقع. واحدة منهم؟ أقول لك من آخر القصائد اللي كتبتها، وأنا أمس بالإنستغرام طلبوا مني هذه القصيدة أكثر واحدة، فأنا راح أقولها تلبية للجمهور. أحبه لما يضرب لي عصفورين بحجر، حركت لي السؤال مال الإنستغرام ودشيت سيدة على، يلا مو مشكلة. أنا معاك حاطط أي شيء. ولكن السماء أنت، ولا عطر لقاك أنت، ولا شيء يشبه عناقك، ولا شيء يكتب غيابك، لأنك نور من لا نور، لأنك ما تركت إلا وجع ذكرى وبقايا شعور. كأنك لا ولا أي شيء، كأنك بالعمر كل شيء، تعبت تكتب عن أوجاعي، تعبت تنشق ترابك بلا داعي. يا دنيا قد ما حد دنيا، أنا دونك قلم يكتب لجل يحيى. مشاوير السهر طالت ولا طلتك، كتبت اسمك على الجدران وضميتك، مثل روحي مثل روحي وسط روحي ضوا شلتك. أنا كثر السما مشتاق، وكثر الحب، وكثر الشعر إذا غرد على الأوراق أنا مشتاق. وإذا مرة سمعتني بموت من الوله ذا صدق، وبتعرفيني بأن الشمس من جبينك عمر تشرق، وإن الكحل ما لاق إلا لعيونك، وإن العمر يمر اشتات من دونك، وإني وأنا مثل النخل في رشفة هواء أغرق. يا رحلة ذات يسكن ذات، يا وصل الحيب الأموات، يا اسم أردده كل يوم وظليت أردده كل يوم، وذي مرت سبع أعوام وأنا أظنك رحلتي العام. سبع أعوام وأنا عدة دقايق عد، سبع أعوام وأنا عدة دقايق عد، مثل طفل يبي يتهج يتعلم الأرقام. سبع أعوام وأنا عدة دقايق عد، مثل طفل يبي يتعلم الأرقام. سبع أعوام وأنا توضب طهر نورك، وأتعلق على سورك، مثل طفل نسى ياكل، نسى يشرب، نسى لينام. سلامتكم. حلفانك. يعني قاعدة أحس أنه مو بس الكلام ينكتب، ينحس، ينكتب، ينرسم. لا طريقة إلقاء، يرسم، صح. أنت تتكلم وأنا قاعدة أتخيل المنظر، مثل طفل، يعني مثل الطفل لما يتعلق على السور انه هو مو هامه لا اكل لا شرب لا غيره، علما بان هذه غرائز الانسان الاوليه. بالضبط.
يعني معناته في شيء اغلى من انه هو يمنع عنا هذه الاشياء اللي يخليه. انا خالفت في 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 عشقي الغرائز الربانيه اللي الله خلقني عليها. شوفي انا ايش كثر اعشق. متى تحب تكتب مثل هذه الطريقه؟ ولا باي وقت؟ لما اكون معزول عن العالم. لما احتاج الى حبيب، لما احتاج الى صديق، لما احس اني بروحي. اكتب. اكتب اكثر. لذلك فترة علاجي وانا برا الكويت كتبت كثير من القصائد. يعني في قصائد كثيرة كتبتها. لما رجعت الكويت؟ قلت؟ كتبت خز موشى بالذهب كتبتها لما رجعت الكويت، بس الاشياء الوجدانية والعاطفية كلها كتبتها برا. الانسان يحتاج الى حبيب. حلو، طيب. وهو وحيد يعني. يعني نقول الاغنية الوطنية انكتبت بالكويت ولا برا الكويت؟ لا يا بلادي. كلها بالكويت. كلها بالكويت. كلها. الفكرة جت فجأة. بشار بعد ما تعرفين بشار كلها بعد الساعة 2 بالليل. كل أفكاره وهذا ومواضيعه ومشاكله كلها بعد 2. ايش كثر خذت؟ خذت يومين. أول يوم خلصت المطلع. ما نمت. لما قال لي ما نمت قلت له خلاص انطرني، وهو ما نام. فقلت له انطرني راح أكتب المطلع وأدق عليك عشان تعتمد لي عشان أنا أكمل. كتبت المطلع سمعته جايا. قال لي بس 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 هذا هذا. فكملت عليه يومين تقريبا خاصة القصيدة، بعدين قعدنا ننقح وهذا وكذي، يعني فترة وجيزة خلصت القصيدة. بالشغل انتم اخوان ولا مو اخوان؟ لا اخوان حتى بالشغل. حتى بالشغل. ايه. يعني تغفرون حق بعض الزلات. لا ما في زلات بيننا، بس مثلا بشار كل قصائدي تحت عينه. فيختار اللي يبي، واذا طلب مني اكتب له شيء اكتب له اياه بالشكل اللي ادري اني ابيض وجهه قدام الناس. لو هو كان عنده عمل. بالاضافه الى اني ما اتدخل نهائيا في اللحن، لو واحد ثاني اتدخل. يعني لو احد مثلا غير بشار ممكن اتدخل اقول اللحن مثلا مو عاجبني او كذي او كذي، وخصوصا ان انا بالاساس موسيقي يعني مثل ما انا شاعر انا عازف. شايفه؟ فممكن ان انا اعطي رايي باللحن يعجبني ما يعجبني، لذلك انا اصلا بعيد عن موضوع الاغنيه لان موالها مخالف لي لفكري وفق الواقع الحالي. اعتقد ان انا ابتعادي افضل من دخولي في الساحه الغنائيه يعني. لا ولو انت الخير والبركه اكيد. يعني اعتقد ان احنا في حاجه الى نهضه شامله في مجال الاغنيه. وي قلبك متروس. بعد الفاصل بنرد نفتح هذا القلب ونعرف شو اللي داخله. اه يوسف قول لي شو اللي بقلبك تقول لي؟ يبي لنا تكلمنا عن الاغنيه. احنا عندنا ازمه كلمه بالكويت، يعني هذا واقع لازم احنا نعترف فيه عشان نحط ايدنا على الجرح عشان نعالجه. يعني احنا اليوم موسيقيا بالكويت انا اتوقع انه يعني نتفوق على باقي الدول الخليجيه. موسيقيا؟ موسيقيا 100%. يعني كملحنين عندنا ملحنين شطار وايد، ولكن ككلمه شلون؟ يعني مستوى الكلمه في انحدار ابدا. لو خليت خربت. لا لازم في. يصير كلش ما في. نقول الا ما قل وندر. الا ما قل وندر. يعني انت تقعدين الساحه الكويتيه مثلا في بعض الساحات الخليجيه. لا يعني مثلا تقعدين الساحه الكويتيه بالساحه السعوديه، فنان بالسعوديه ما يختار نص مكسور نهائيا. هو مو شاعر بس يفهم بالشعر، لما يختار نص يختار نص عدل، يختار نص على الاقل موزون. هني بالكويت عادي ان الالبوم نصه مكسر كشعر. يمكن هذه اختيارات الفنانين. ما يصير. لا الفنان يختار لازم. يمكن مجاملات خربعنا هالايام لهم في المجاملات. معناته كلامي صح. شعر يعني شعر، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وزن وقافيه. اختل واحد من هالاثنين انتهى الموضوع. بس كل البلدان لابد ان فيها الشاعر والمتشبث بالشعر والمتشبث بانه عندنا بزياده شويه. نسبه كبيره عندنا. عندنا للاسف يعني مو شيء أنا سعيد فيه، ولكن هذا الواقع. إحنا لازم نتكلم عشان الناس ترتقي شوية بالاختيارات. هذا سواء بالوطني أو بالعاطفي أو كله. كل الأشعار حتى الفصحى. ما في فصحى. ما في. أنت شايفة عندنا فصحى؟ إي ما أنا ما أبي أظلم، بس يمكن ندور نلقى. ما في. إذا لقيتي قولي. يعني أنا بحاول أسوي سيرش يعني. لما بتقولي لي في واحدة ولا ثنتين هذا اسمه نادر، والنادر على ما قالوا في حكم العدم. نادر في حكم العدم. حكم العدم يعني ما في. انا ما اقدر اضيف عليك شيء الا لما ندخل دائما في مناقشات اخرى مع طرف ثالث ممكن يحكم بيننا. بشار مساء الخير.
مساء الورد، هلا وغلا. ولهنا عليك. والله على اكثر يا ايمان، يعطيكم العافيه ويعطيك العافيه وانتم طاقم البرنامج كلكم على الابداع اللي دائما انتم طبعا وين ما تكونين جوكر يعني. حبيب قلبي، خلصت الفيزا ولا بعد؟ ها لا والله بعد ناطرين، حاطين على خدي. خلصوا له الفيزا يا جماعه، بشار مو اي واحد. طولي بعمرك، ومسي طبعا عليكم بالخير وعلى اخو يوسف، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بخير يا رب العالمين، ان شاء الله دوم تلاقون الخير كلكم، لان دائما انتم بصمه خير وين ما تكونون. سؤالي السريع جدا، توني قلت حق يوسف، انتم بالشغل اخوان ولا مو اخوان؟ لان الشغل يتطلب حزم، وهو اعطاني اجابه، انت ابي اجابتك. والله انا شوفي، انا احس بالشغل يعني اخوان، ويوسف يعني احس اني فعلا اخوه لما اشتغل معاه اكثر بعد، لانه هو وايد يعني دقيق. تبارك الرحمن. لكن ادري اي، لان ادري ساعات يتغاضى ويتنازل عن اشياء معينه، ابرزها دائما انه لما يكتب قصيده طويله دائما انا اخذ يعني اشطر معينه وانتقي، يعني ما اخذها كامله. فالشاعر عاده يحب انه يكون البدايه محبوكه مع النهايه. طبعا انا احطه امام الامر الواقع، وبعدين هو يضبط اموره كشاعر ويربط هذا بهذا وهذا وهذا وبس. دائما صادم الكل يعني. اخوك يعني المفروض لا. طيب لو نقول ان في تعاونات جديده بينك وبينه؟ في وايد ان شاء الله بيني وبينه، وايد ان شاء الله. قاعد اول ما ارجع من السفر ان شاء الله ابلش في البومي. تقريبا يعني نصيب الاسد حق يوسف، مو عشان يوسف اخوي، عشان صراحه انا لاقي عنده كلمات او اشياء مفقوده، مواضيع مفقوده، ويوسف عنده ميزه انا وايد احبها كفنان، يعني بغض النظر ان انا اخوه او شيء، انا احب الكلام اللي هو عادة يكون اجتماعي ومو موجه لشخص بعينه، يعني اللي يسمعها ممكن يحسها حق حبيب، حق أم، حق أخو، حق صديق، حق أبو. وين اللي يحسون حق أم وحق أخو وحق أخت؟ ما حد يحس حق أم حق. لا والله لا، بالعكس والله أنا أصلاً يعني كل من يبي على هوا. لا بالعكس والله، أنا سويت كان لي تجربة مع الشاعرة الحبيبة هتان، طبعاً مسي عليها بالخير، مع الأستاذ خالد الشيخ، كانت نور البيت هي عن الأبو يعني. بالضبط. بس عادي، باكر تهدية حق ريلها عادي. اي عادي. ما لهم حل. لا ان شاء الله موفق يا ربي وين ما تكون. الله يسلمك. ودائما اقول حق يوسف، انتم اخوان دنيا، يعني العلاقه هذه ان شاء الله يا ربي ما تتغير بيننا وبينكم. والمكان مكانك في الليله وغير الليله. وانا معاك اتشرف لو اطلع اقول السلام عليكم بس. يا ريتك يا ريتك. انت عزيزي الفيزا، بطلع لك بالفيزا، انا بحط الفيزا. ادعي لك ليل ونهار ان شاء الله يا رب تخلص الفيزا ويروح ويرجع لنا. يا هلا فيك، سعد مباركه يا بشار، يا هلا فيك. مسؤوليه لما يكون عندك شقيق من الوسط ومو شقيق هين، يعني تبارك الرحمن عنده إذن موسيقية أنا أسميها خارقة، لأنه يحس الكلام باللحن. بالعكس هذا شيء يحسسني بالطمأنينة لما أشتغل وياه، أنا داعي أدقق ورق. بس بعض المرات لك ذوقك الخاص ما تقدر تقول. بدام عطيته النص، بشار بالذات بدام عطيته النص، إذا أنا في حل من هذا النص وهو في حل مني، خلاص يسوي اللي يبي. حلو. طيب بعيد عن هذا العالم، أكيد لك عالمك الخاص، الهوايات الخاصة اللي تستفرد فيها بعدين ترجع لنا، يعني تسوي أبديت حق نفسك وترجع لنا يوسف يكتب. يعني أنا كنت قبل حادثي كنت أعزف عود، الحين خلاص ما أعزف. من هواياتي يمكن البحر، أحب الغوص، غواص أنا. كنت أعمل كغواص، وبعد ذلك صارت هوايه بدمك خلاص. اي يعني هذه احدى هواياتي اللي احب اني امارسها على طول، سواء داخل الكويت او برا الكويت. انا لاحظت شغله وتفاجات. شنو؟ امس في لحيه، اليوم ماكو لحيه؟ اي ليش؟ شنو سر التغيير المفاجئ؟ امي هذه تسمعني الحين، شيلها. كنا عمرك 60 سنه، قلت لها مو زعلانه. يا ريت العمر بالابيض، ولا يا ريت العمر رقم، ولا يا ريت العمر هني. كل ما شافت اللحيه قالت تشيلها. اهم شيء العمر هني للحين صغير؟ لا صغير، قلبي شباب. شوف انا اقول لك شيء، الانسان دائما هو بروحه وبحبه للحياه يخلق لنفسه حياه جديده. تمام؟ الانسان اللي متشائم واللي يحس ان هذه حياته انتهت وخلاص، هذا لو عمره 20 سنه فهو
مثل الجماد. شنو السر؟ حملني ولد بشار؟ حملني هذا عشق. شوفي بشار كان شقي وهو صغير ينني. هذا ولده الحين بعده صغير قاعد يكبر، ولكن انا اعتقد راح ينني. من سوى سويله؟ بس بيت عندي بس يطلع كل اغراضي. يطلع العصي، يطلع الاوراق، يطلع الالعاب، يطلع ما شنو. كل ما اسافر واروح مكان اشتري الالعاب وايد بس ما اعطيهم اياه مره واحده عشان اخليه كل مره يجيني على امل انه في شيء جديد. ما يغارهم من عيالك؟ لا لا ما يحبونه. لحب زياده احسه. لا لا يحبونه، هو يغار ساعات لما اي غايه عندي ولا هذا اي ما يرضى. غايه تقول له هذا مو ابوك، ابوي انا. يقول له لا 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 ابوي انا بعد، مو بس ابوك انت. مره مسافر قبل فتره فراجع جايب له معي سيارات، يحب السيارات. فانا خاش السياره داخل الغرفه وكل كم يوم اعطيه سياره سيارتين، سياره سيارة عشان يجيني، لانه هو لاهي بنفسه طاير بيلعب. ذاك اليوم دخل الغرفه غافلنا ودخل طلع شاف السيارات سيارات. قلت له حملني خضرت الدنيا انت. انا طاح الكنز حق لس اسبوعين ثلاث قدام انت طلعت بكلهم. قال لي طالعني قال لي باخذهم. قلت اخذهم خلاص كلهم ملوك. ما تقدر عليه، ما تقدر عليه. يخلي لكم ان شاء الله. لو نقول، لو نختم بكلام مثل ما بدينا بكلام، ايش تنتقي وحق منو؟ حق منو؟ هاي قصيدة أخيرة؟ أوكي. راح أقول لك شيء جديد. الله. في الحياة، هي الحياة أكثر شيء يؤلم الإنسان. وصدمتك في الناس هي أعظم صدمة. في داخلي من حرقت الدنيا وجع، وفي ناظري بعدك شقى وبعدك ضياع، وفي خافقي خوف وتباريح وجزع، من خوف لا أصفى بلا زاد ومتاع، أشاهد الدنيا الشحيحة من وسع، يوم إنها مبهى لمن مثل اتساع، وآخذ بما ينفع ولاني منتفع، أرجي انتفاع ولا بعد نلت انتفاع، وانصى أبي الفزع ولا به من فزع، وعز نفسي عن رخوم وعن رعاع، وشوف تخسف ناس وناس ترتفع، تملأ بطون أهل الردى وإحنا جياع، صار الصبر إكراه وأحزاني طبع، صار الجفا مثل اللقى مثل الوداع، ما قمت أميز وش حرار وش تبع، ولا عدت أميز من شراني ومن هباع، أحدن تجيها الدنيا خاتم في صبع، وحد يصفقها الزمان ولا يطاع، ما به وضع أوضع فسحق لها الوضع، يوم الضباع من الصباح فوق السباع. الله الله، صج ألم، صج معاناة لما الواحد ينصدم بالحياة شلون منها تغير من حال لحال، وقد يكون البعض يستاهل شيء وما يحصله، بس كل شيء خيره من رب العالمين. يمكن يعني محطوط لديه جدًا. لما يتأمل في الحياة فيها كثير من الأشياء المؤلمة. أنا لما أتأمل في الحياة وأشوف فيها الأشياء المؤلمة أخذها لي كشاعر عشان أكتب. لما أشوف الأشياء السعيدة بالحياة واللي يعني تدعو للتفاؤل أخذها عشان أعيش. لأن محتاجين لأمل من أجل أن نبقى أحياء. أنت جزء من هذا الأمل لما تكتب كلام فيه أمل، حتى لو كان فيه معاناة يطلعنا من لحظة الحزن اللي احنا فيها، صدقني بتعطينا أمل نعيش من إن شاء الله. ماكو حزن، إن شاء الله أيامنا كلها فرح يعني. وإن شاء الله بشوفك مرة ثانية وثالثة. أكيد أكيد أكيد. بس مو بعد 20 سنة. لا لا مو بعد. يا ريت. عيوني تدللين. تسلم لعيونك يا رب. نلقاك على خير إن شاء الله. وإن شاء الله ما تشوف إلا الخير في الدنيا اللي كلها خير يا رب. سعيد مرة ثانية بوجودي معاكم، إن شاء الله لقاءات ثانية نلبي لكم وللجمهور اكثر من كذي. يا ريت ان شاء الله باذن الله بحفظ الرحمن ورعايته يا يوسف. الله يسلمك. نلقاك على خير. الله يحفظك. الليله ما انتهت، مستمرين في الليله.